السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب. اليوم ويانا الفورد تيروتوري 2024 فئة التيتانيوم على درجة، راح نشوف إن شاء الله ونفصل الفيديو هذا مع بعض، حياكم الله، مشاهدة ممتعة. أتمنى تذكرون أخواننا المرابطين في غزة، الله ينصرهم ويحقن دماءهم عاجلا غير آجل، اللهم آمين. وأنا موجود حاليا في معرض فورد الغانم فرع في حيحيل، عندهم ما شاء الله تشكيلة كبيرة من السيارات، حتى المونستيك الجديد وصل لهم. أتمنى أنكم تزورونهم وتذكرون أنكم شفتم فورد تيروتوري عندي في القناة، على أساس يعطونا سيارات أكثر للتجربة إن شاء الله. واضغط على زر اللايك للمقطع، هذا يساعد القناة ويساعد المحتوى بشكل عام مال القناة. اشترك معي بالقناة إن شاء الله يصلك الفيديوهات أول بأول، أي فيديو جديد ينزل على طول يجيك إشعار نزلنا فيديو جديد. في البداية الفئات هم أربعة، خمسة ضافوها جديد، اللي هو أول شيء الأمبينت، بعدين الترند، بعدين التيتانيوم اللي أنا اليوم، وفي الدارك إديشن تيتانيوم اللي عليها لزقات سودا والأشياء هذه مثل ما تشوفون الشبك، أيضا الرنجات مثل ما تشوفون، وفي فئة تيتانيوم تك أيضا فئة جديدة منزلينها الغانم. الفورد تيريتوري تنزل في سبع ألوان خارجية، والفئة اللي أنا اليوم اللي هي التيتانيوم أعلى درجة تعتبر، سعرها 9200 دينار كويتي، راح يطالك الحين التحويل للعملات الأخرى، والكفالة عليها 5 سنين أو 100 ألف، وعليها أيضا تأمين شامل فضي، هذا حاليا العرض، في عليها أيضا صيانة مجانية إلى 100 ألف أو 5 سنين. كالعادة خلونا نأخذ جولة تصويرية عن السيارة من كل صوب ونكمل بالمواصفات بعد ذلك إن شاء الله. في البداية خلونا نشوف المحرك، والمحرك يكون سعته 1.8 لتر 4 سلندر تيربو، يولد 187 حصان وعزم 320 نيوتن مع جير 7 سرعات دبل كلتش دفع أمامي. المحرك هذا يعتبر في تقنية الإيكو بوست، فيعتبر ممتاز جدا في صرفية الوقود في السيارة هذه، وهذه لصلابة الشاصي نفسه حاطي لك الدعامات هذه، عادة نشوف في سيارات السبورت، لكن هذه فيها حس رياضي، فموجود فيها الألمنيوم هذه، العمود هذا الألمنيوم. صرفية الوقود لتر واحد من البنزين ماشيك 15.9 كيلو، وسعة خزان الوقود تكون 60 لتر، فبحسب بسيط راح يمشيك قرابة 954 كيلو، طبعا مشطط عليك الأرقام هذه على حسب ظروف القيادة. والوقود يكون 91 اللي هو عندنا بالكويت يسميه ممتاز. فورد تيريتوري 2024 التيتانيوم. في البداية هذا هو شكل المفتاح، مفتاح فيه تبطل السيارة وتقفلها وأيضا تبطل الدبة. الفورد تيريتوري نزلت أول جيل لها سنة 2018 ما وصلنا، هي بديلة لفورد إسكيب، الفئة هذه من السيارات. فورد إسكيب الحين تقريبا توقف خلاص، هذا صار البديل له. الجيل الثاني اللي وصلنا هو سنة 2022، بدأ يوصلنا تاريخ تقريبا شهر 10 وصل الشرق الأوسط. السيارة هذه تعتبر شراكة بين فورد وبين جي ام سي، معروفين جي ام سي الشركة العملاقة الصينية، ايضا الفورد تمتلك فيهم الى 32% وشانجان تمتلك 20% من الشركة هذه، فهذه ثمرة شراكتهم الفورد تيريتوري. السيارة تنافس فئة كروس اوفر اللي هو نفس النيسان اكستريل والراف فور وايضا الهوندا سي ار في، هذه الفئة اللي تنافس فيها هوندا، هيونداي تيسان وكيا سبورتج، هذه الفئة اللي تنافس فيها الفورد تيريتوري. مواصفات السلامة ما شاء الله كثيرة بالسيارة، عندك خروج على المسار، محافظة على المسار ايضا، تنبيه من خروج المسار ومحافظة عليه، ايضا في رادار متفاعل ذكي والنقاط العمياء موجودة في السيارة. وهذا هو شكل الإضاءات الأمامية مثل ما تشوفون، عندنا ليتات LED بالكامل، ما تشوفون هذه فوق ليت الإشارة LED، وأيضا إضاءات العالي والواطي يكون LED مع كلمة الفورد LED، أتمنى تكون واضحة. العالي والواطي عدستين، عبارة عن عدستين. والحساسات الأمامية موجودة سنسرز، والحساسات الخلفية أيضا موجود في السيارة. والأبعاد الخارجية في العرض تكون 1935 مليمتر، وطول قاعدة عجلات راح تكون 2726 مليمتر، اللي هو من الإطار بالنص هنا إلى الإطار الأمامي بالنص. طول الجمالي للسيارة 4630 مليمتر، ارتفاع السيارة عن الأرض يعني طولها 1706 مليمتر. والإطارات اللي أنا اليوم تكون على الفئة الأعلى، مقاسها 19 إنش 235 50 19 إنش، تواير من جودير الشركة الأمريكية.
وهذا هو البروفايل الجانبي أو شكل جانبي. في عندك السلة موجودة فوق لونها سيلفر هذه مثل ما تشوفون. أيضا عندك هذه الأريال هذا مع الراديو والنافيجيشن موجود فوق. وهذا هو شكل إضاءات من الخلف والشكل الخلفي للسيارة. الشكل الخلفي مستوحينا من الموستنج فورد موستنج مثل ما تشوفون. هذه الثلاث مربعات هذه مستوحينا من الموستنج. ليت LED بالكامل موجود هنا مثل ما تشوفون، جميل جدا شكله صراحة الخلفي. عندك بصمة الإيكو بوست وأيضا كلمة تيريتوري موجودة على طول الدبة الخلفية، والإشارة تكون سيكونشل متتالية مثل ما تشوفون. السيارة فيها كشاف ضباب مثل ما تشوفون بالأسفل LED يكون، وفي حساسات بالخلف موجودة أيضا في السيارة مع شكل ديفيوزر خلفي بالبلاستيك هذا. وخلنا نشوف تحت السيارة، عندك الإكزوز أو العوادم تكون مزدوجة مثل ما تشوفون. خلونا نشوف الفورد تيريتوري من السيارة الخلفية. عندك الدبة موجودة فيها الكاميرا مثل ما تشوفون، تضغط الزر تفتح وياك الدبة أو عن طريق المفتاح الذكي اللي هو هذا أو عن طريق داخل السيارة. السعة تكون 446 لتر. طبعا في حال انك شلت الشماسية هذه تقدر انك تشيلها بكل سهولة هني، طبعا تشوفون فيها علاقات تقدر تشيلها وتستفيد من المساحة العملاقة الموجودة. 446 لتر تعتبر جيدة. عندك هنا الإطار الخلفي مع العدة والأسبير، أيضا في إضاءة هالوجين موجودة هنا. تمنيت يكون فيها 12 فولت لكن للأسف ما فيها 12 فولت. تسكر الدبة، عندك الزر خلونا نشوف فورد تيريتوري من داخل. تخلي مفتاح بجيبك، تدخل ذكي بدون مفتاح، تقرب من السيارة وتضغط على الزر تفتح الأربع أبواب عن طريق الزر الموجود هنا. المضرب موجودة على الباب أساس تقليل الضجيج على داخلية السيارة وتعطيها انسيابية هواء أفضل. هذه الأشياء ترى حق انسيابية الهواء أيضا تشوفونهم لشكل هذا أساس يقلل التيربولنس والاضطراب مع الهواء ويسحبه ويوديه وراء بشكل نظيف يعني ومرتب. أيضا عندنا هنا نقاط العمياء موجودة، وفي ضوء إشارة عملاق موجود على المنظرة الجانبية. خلونا نشوف السيارة من داخل مع بعض. السيارة من ناحية المواد الداخلية تعتبر ممتازة. شوف حتى بالشاشة تطلع عندك التيريتوري، راح نشوف إن شاء الله. عندنا لون مو أسود كأنه أزرق غامج كحلي مع التطريز اللي موجود على السوفت بلاستيك اللي موجود هنا، شكله جميل صراحة. أيضا التخشيب اللي موجودة داخل مع الإضاءة الداخلية راح نشوفها مع الشاشة الوسطية. المواد تعتبر جيدة جدا وحشوتها تعتبر ممتازة. عندك النوافذ تكون كلها بشكل أوتوماتيكي تلقائي، ترفع وتنزل طبعا ما تكون مدبلة. عندك تقدر تطوي المناظر الخارجية عن طريق الزر الموجود هنا، وزر الدبة موجود تحت. في عندك مكان تخزين عملاق موجود، أيضا شكل النقوش هذه الجميلة مالت السماعة موجودة بالأسفل. السيارة مثل ما قلت لكم تنصنع في الصين، مصنع JMC. عندنا هنا الدعم قطني الظهر والتحكم في المقعد بشكل كهربائي بالكامل للسائق والراكب الأمامي. عندنا المقعد يكون حشوته جدا ممتازة، في إيرباك أيضا، وتشوفون الجلد هذا الكحلي ينزل على فئة التيتانيوم أعلى درجة. في فتحة سك بانوراما عملاقة. خلونا نشغل فورد تيريتوري من الداخل. عندك زر تشغل السيارة اللي هو التشغيل هذا. في البداية نشوف شكل المقود. المقود طبعا يكون كهربائي أو سكان يكون كهربائي. عندك التطريز المتداخل كروس ستيتشنج، وأيضا أزرار خاصة في مثبت السرعة، وأيضا زر المفضلة هذا موجود هنا تقدر تخصص على كيفك عن طريق الشاشة، تضغط وتعدل على زر المفضلة اللي تبين مثل ما تشوفون. راح أوريكم يا شنو يعطيك الأوامر. أيضا هنا الرادار متفاعل ذكي تحدد المسافة بينك وبين السيارات اللي بالأمام، وهذا هو اللي هو محافظة على المسار تقدر تفعله وتطفيه. إذا فعلته كذي راح يحافظك على مسار السيارة، إذا طفيته راح يكون فقط تنبيه من خروج عن المسار. على اليمين عندنا هذا الزر تفعل، يا يعني انك تخلي هذا يكون حق الصوت او حق الشاشه الوسطيه. ايضا هنا عندنا الاوامر الصوتيه وترد وتغلق على اتصالات من زر واحد فقط. وهني التحكم في الشاشه عن طريق انك تختار اي شاشه تبي، او يكون التراك للمسجل في حال انك ضغطت على نمط التحكم الازرار النشط او الصوت. اذا الصوت راح يتغير هذا التراك وهذا الصوت نفسه، طول تقصر على الصوت. حساس المطر وايضا
الإضاءة تكون بشكل أوتوماتيكي مثل ما تشوفون، ما في الضوء العالي يكون أوتوماتيكي، لا فقط يكون الضوء أوتوماتيكي اللي هو يفتح ويسكر. على اليسار عندنا تحت ما في شيء هنا، كل شيء موجود للتراكشن والأشياء هذه موجود في الشاشة الوسطية راح نشوفها إن شاء الله. من ناحية الداخلية جودة المواد تعتبر ممتازة جدا بالنسبة للسعر اللي أنت ماخذه، عندك السوفت بلاستيك بكل مكان، أيضا يكون مواد حشوتها ممتازة جدا، وين ما تحط يدك تكون حشوتها ممتازة، وأيضا المواصفات مثل الشاشات الجميلة هذه مع الإضاءة الداخلية هذه الثابتة ما تقدر تغيرها، تعتبر جميلة جدا. الشاشة الوسطية خلنا نتحكم فيها الحين، نقدر نتحكم في السيارة عن طريق الشاشة الوسطية حاليا، مساعدة السائق أو تشوف معلومات القيادة من ناحية كم تمشيك السيارة، وأيضا ضغط الإطارات والأشياء هذه موجود في الشاشة الوسطية. أيضا عندك مثلا شاشة حالة المركبة، لازم تبي الأوتو هولد لازم تربط حزام الأمام أمان، إذا كنت مشغل أوتو هولد تبي تشغله اللي هو يوقف السيارة فترة قصيرة في الإشارة، لازم تربط حزام الأمان على أساس تفعل وياك الزر هذا وتستفيد من الميزة هذه. عندك الإعدادات في الشاشة، في عندك تقدر تغير شكل الشاشة، النسق مالها عندك الرياضي أو يكون الكلاسيكي. شاشة الوسائط وأيضا الهاتف موجود في الشاشة الوسطية. الشاشة الوسطية تعدم الأبل كار بلاي والأندرويد أوتو عن طريق وايرلس بدون واير، تقدر تشغل الأجهزة. أيضا عندك شاشات ما فيها نافيجيشن، نافيجيشن يعتبر على الأبل كار بلاي والأندرويد أوتو، مع أن عليها استيكر الحماية لكن استجابتها تعتبر ممتازة جدا. حتى زاوية فتح الباب الصندوق الخلفي تقدر تغيرها من الشاشة مثل ما تشوفون، تفتحها إلى 40% ولا تخليها إلى 100% تفتح كامل. شنو تستفيد من الشغلة هذه؟ في حال أن عندك جراج ونازل شوي السقف ماله تقدر، أو مظلة ما تبي الباب يضرب بالمظلة أو يطق المظلة فوق، فتقدر تغير فتحة الصندوق الخلفي. والتكييف يكون أيضا مدمج في الشاشة، في اختصارات هنا للتكييف، فيها هيبتك فيدباك اللي هو باللمس، ما تقدر تغير درجة حرارة فقط المروحة، درجة حرارة تقدر تروح عن طريق الشاشة. طبعا يكون ديول زون أو منطقتين للتكييف. في التدفئة أو التبريد لازم تضغط هنا، عندك تبريد فقط بس أفضل، ما نحتاج التدفئة. والشاشة فيها شاشة مخفية هنا مثل ما تشوفون هنا، تفتحها هنا في عندك اقتصادي وجبلي ورياضي، وهنا تطول تقصر على الإضاءة، وهنا نزول من المحاذرات، مساعدة من نزول من المحاذرات موجود في السيارة. السيارة تنزل من نفسها وتضغط بريك من نفسها، تضغط تفعل الفرامل إلى أن تنزل إلى الأسفل. أسفل الشاشة عندنا فتحتين تكييف مكانهم جدا ممتاز، ودفعهم للهواء ما شاء الله يعتبر ممتاز، أنا حاطة واحد ويجيني هواء ممتاز. عندنا الليت هذا اللي موجود مع الجلد اللي موجود والتطريز يعطيك حس الفخامة جدا ممتاز. في هنا رف تخزين صغير حطينا، تقدر تحط مثلا تلفونك أو شيء، لان من الربر ما راح يتحرك ان شاء الله. ايضا عندنا شحن وايرلس موجود اسفل الازرار الموجوده هنا، يطول ترفع وتنزل الاضاءه الخارجيه على 3 مراحل. الجير يكون كهربائي بالكامل، في حال انك حطيتها ار راح تفتح وياك الكاميرا الخلفيه، فيها خطوط الارشاد ايضا عن طريق لفت السكان راح يوريك وين مكان السياره اذا رجعت، فتعتبر جودتها جيده. عندنا حاملات اكواب، كل هذا من بيانو بلاك، فيفضل انك تحط له حمايه. عندك حاملات اكواب فيها ميزه تقدر تخليها مكان تخزين صغير، او تستفيد منها كاب هولدر مع الاسنان التثبيت اللي موجوده هنا. وهنا عندنا سايد بريك يكون الكتروني بالكامل مع حساسات تقدر تطفيها او سناسر. هذا الاوتو هولد قلت لكم اذا بتشغله، اذا مثلا انت واقف بالسياره ضغطت بريك وانت على الدي او الدرايف انك تمشي بالسياره، وقفت بشاره تضغط على البريك راح يشتغل وياك، بس لازم يشتغل وياك، ما راح يشتغل الا لما تربط حزام الامان. وعندنا هذول الازرار خاصه في المسجل طول تقصر على الصوت، وهذه ازرار خاصه في الشاشه اختصارات لها. هذا اوتو ستارت ستوب تقدر تطفي السياره لفترات قصيره لتوفير الوقود. عندنا مكان تخزين صغير هنا، وفي هنا مكان سند الوسطيه فيها القلم، ايضا هنا مكان تخزين عملاق موجود بالاسفل مثل ما تشوفون. ما في عندك اي منافذ شحن، ويعتبر جودته ممتازه جدا مع التطريز المغاير باللون الكحلي مثل ما تشوفون، يعتبر جيد، حجمه ممتاز. عندنا المنظره فيها التعتيم التلقائي مثل ما تشوفون، هذا تشغله وتطفيه. وفي بيت للنظارة أو مكان تخزين للنظارة موجود فوق، وهنا أزرار خاصة في الإضاءات اللي فوق موجودة
إضاءة LED قوية ما شاء الله، تقدر تشغلها كلهم أو تطفيهم. هذا تشيل الستارة أو تفتح الفتحة اللي فوق، تقدر تخليها تفتح الفتحة أو الستارة فقط تسكرها. شماسية فيها ليت LED، عفوا هالوجين، ما تقدر تعدلها على راحتك يعني ثابتة. خلونا نشوف التيريتوري من الخلف. عندك المواد نفس اللي بالأمام بالضبط، مع باب تقريبا يفتح إلى زاوية 80 درجة. في الأقوى واحد بالفئة هذه صراحة النيسان إكستريل، يفتح تقريبا إلى هني يعني إلى 90 درجة. نشوف السيارة من داخل. عندك الإضاءات موجودة حتى بالخلف مع التخشيبة والمواد ممتازة. ما قلت لكم النوافذ تفتح بشكل تلقائي، تفتح إلى الآخر ما شاء الله، أيضا ترتفع إلى الآخر، طبعا يكون مو دبل إجلاس. مكان تخزين بالأسفل موجود، مع النقوش هذه موجودة حتى على السماعات، شكلها جميل مثل ما تشوفون. هذه هي المقاعد الخلفية، نفس المواد اللي بالأمام، الجلد الكحلي هذا وفتحات التهوية موجودة فيه. عندك المقبض هذا تقدر تسدح الكشن، تستفيد من المساحة اللي موجودة في السيارة بشكل ممتاز ومسطح، تقدر تستفيد بالكامل من السيارة من الخلف. أنا الحين ليا جالس بالخلف وعندي ما شاء الله سعة ممتازة جدا، صراحة من أفضل السيارات اللي موجودة بالفئة هذه من ناحية السعة الخلفية. عندي مساحة ممتازة جدا، وأيضا في مكان تخزين هني، والمقاعد صراحة حشوتها ممتازة جدا. عندك هني USB Type-A موجود للشحن، وفتحتين تكييف مثل ما تشوفون موجودة. أيضا عندنا بالأسفل ما في شيء، بالأسفل فقط مكان للبلاستيك عادي. وفي هني اثنين حاملات أكواب مثل ما تشوفون من الجلد، في اثنين حاملة كوب، تمنيت تكون في اسنان لتثبيت المشروبات لكن للاسف مو موجود. وعندنا ايزوفيكس للاطفال، للمقاعد الاطفال موجوده. هذه هي الفتحه ما شاء الله واصله الى الخلف، تعتبر عملاقه جدا، معطيها رحابه جدا ممتازه. ايضا عندك اضاءه LED موجوده ومسكات. في نهاية المقطع أشكركم على تابعة إلى الدقيقة من هذا المقطع، راح تلقون كافة تفاصيل فورد الغانم مثل ما قلتكم تحت في وصف الفيديو. حياكم الله وإلى مزيد من مقاطع نفس هذه، شكرا على المتابعة.